تعالوا نشوف مقادير كيكه الليمون. معايا 200 جرام من السكر، سكر عادي مش سكر بودره، 8 جرام بشر ليمون، 110 جرام زبده، 2 معلقه كبيره زيت، و2 بيضه حجم كبير مش صغننه، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقه كبيره فانيليا، و187 جرام دقيق، 5 جرام بيكنج باودر، و3 جرام ملح، و120 ملي حليب. طيب هعمل جليز بسيط جدا او صوص كده خفيف قوي مش مكلف، حتى شويه زبده وسكر وعصير ليمون وبيبقى حلو قوي. ممكن كمان نعمله للدونتس او اي كيك عندنا نديها طعم الليمون. كوبايتين من السكر البودره، نص كوبايه من الزبده المذابه، وعصير ليمون. عصير الليمون ده ما اقدرش اقول لكم كميه، يعني انا بس حاطه هنا معلقتين كبار، بس انا عندي عصير ليمون جنبي، لو احتاجت اكتر هزود. هعمل اول حاجه ايه؟ هجيب السكر، تمام، وهجيب بشر الليمون. طيب الخطوه دي هتخلي كيكه الليمون مفحفحه لاخر قطعه فيها، تفضلي حاسه بطعم الليمون. بعمل ايه؟ باخد بشر الليمون مع السكر، ابتدي افركهم كده، فيبتدي الليمون يطلع كل الريحه اللي فيه. يعني ممكن مثلا نعمل قد ايه الخطوه دي؟ دقيقتين ثلاثه، لحد ما احس ان خلاص كل الليمون طلع الريحه اللي جواه. هبتدي بس ان انا احط الزبده، نجيب كده الزبده وتبقى طريه. بصوا ما باجي اعمل فيها بالمعلقه، انا تمام كده بالنسبه لي. هنحط مقدار الزبده ونبتدي نضرب بقى على الهادي. الاول هنضرب على الهادي وبعدين نسرع شويه. اول ما احس ان الزبده ابتدت تدوب هبتدي انزل بالزيت. نكمل ضرب تاني. احنا المفروض نوصل القوام ده يكون هش وفاتح شويه، ما يكونش فيه تكتلات او فيه اي حاجه. السكر مش هيدوب بنسبه كبيره، هيدوب مثلا نسبه يعني 50 60%، وما تقلقوش هيظبط معاكم في الاخر وتبقى النتيجه روعه. نكمل بقى ضرب. اهو نعمل كده، نلم كل الحروف. فده كمان الزبده كانت عايز تبقى طريه، سنه كمان، سنه بسيطه مش كتير. اهو نبتدي كده نلم الحاجات دي. مش لازم على فكره مضرب كهرباء، ممكن اعملها بالمضرب اليدوي، بس هتاخد مده شويه وقت مش اكتر، لكن برضو النتيجه بتاعتها تطلع حلو. نكمل بقى ضرب. طبعا شايفين القوام بقى عامل ازاي، بصوا هشه ازاي وفاتحه. الريحه بقى ما اقولكوش، يعني الريحه دي عايزه اوصف لكم كده ايه 3 سنين قدام عشان اقول لكم قد ايه حلو. هنزل دلوقتي بالفانيليا، وناخد ايه كمان؟ ناخد عصير الليمون. يبقى حطيت الفانيليا وعصير الليمون، وهكمل ضرب واحده واحده. طول ما انتوا بقى بتضربوا بسباتيولا كده ابتدوا نزلوا حروف عشان تتخفق معاكم، ما يبقاش عندي جزء اتضرب وجزء لا. بس كده زي في صداع صداع، عارفين العجان والكبه والحاجات دي تبقى تحس ان في دوشه حواليكم. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الدقيق مع رشه الملح، ربع معلقه كده صغنن، والبيكنج باودر، واقلب الكلام ده كله. كده انا فاضل عندي ايه من المكونات؟ كده المكونات الجافه وعندي الحليب. هعمل ايه؟ هنزل بتلت كميه الدقيق وتلت كميه الحليب واقلب، وارجع انزل تلت كميه الدقيق وتلت كميه الحليب. يعني بنزل بالحليب والدقيق على 3 دفعات عشان تديني نتيجه حلوه قوي. هننزل كده مثلا بتلت كميه الدقيق، وانزل بتلت كميه الحليب. ونبتدي نضرب على الهادي بقى. انا اسفه على الدوشه اللي انا عاملاها لكم دي والله، بس يعني عشان نعملها مظبوط. طيب كده تمام بالنسبه لي.
الريحه خطيره. نعمل كده ادي اهو، بصوا اللون بتاعها فاتح ازاي، وبصر الليمون باين كده جوه وهميه. يلا بينا، هجيب قالب هدهنه حته زبده صغيره. وفين الدقيق اللي كان عندي هنا؟ وديته الدقيق فين؟ اهو بس كده. يلا بينا هنزل بقى بالخليط وركزوا بقى القوام عامل ازاي. يكون تقيل شويه عادي، محدش بقى يقول لي هزود ميه هزود حليب خالص، انا عامله لكم مقادير بالجرام عشان ما يبقاش فيه اي مجال للغلط بس كده. طب التسويه بقى، اي كيكه عندي القوام بتاعه تقيل بيستوي في مده طويله، ممكن توصل ل60 ل65 دقيقه، ممكن توصل ل70 دقيقه. الفكره كلها في ازاي اسويها وتطلع مظبوط. طيب انا مبدئيا بعد ما بصب الكيك بخبط كده عشان اطلع اي فراغات موجوده عندي، وادخلها فرن سخن على 180 الرف الوسط شغال من تحت لمده 30 دقيقه. 180 لمده 30 دقيقه. بعد 30 دقيقه بعمل ايه؟ بنزل نار الفرن ل 160 لمده 30 دقيقه كمان. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الايسنج بتاع الكيك. هاخد كده الزبده يا دوبك تسيح يا دوبك، مش عايزاها تسخن خالص. الايسنج اللي انا هعمله ده تقدروا تشيلوا وتحطوا الطعم اللي انتوا بتحبوه، يعني ممكن نحط مثلا عصير برتقال، ممكن نحط اي حاجه في الدنيا اقدر ان انا هحطها. هنزل كده بالزبده بعد ما دابت اهي، احط كمان السكر البودره واقلبهم. مش هحط دلوقتي عصير الليمون لما اشوف الدنيا معايا ايه الاول، زي ما قلت لكم مفيش معيار، انا ممكن اخد معلقة ليمون ممكن اخد معلقتين، ده على حسب القوام قدامي، بس لازم يبقى تقيل مش خفيف. ونزود عصير الليمون كده، هتحتاج عصير ليمون تاني او ممكن نزود بقية الزبدة عشان ما حطيتش الزبدة كلها اهي. دي بقى لما بتسقع او بيمسك على الكيك طعمه بيبقى حكاية. بصوا هيبتدي يظبط ازاي.